الكاتبه الصحفيه الاستاذه مها سالم هنتكلم معاها عن كتابها بيت الخرنفش وهو كتاب زي ما قلت لكم في البدايه وفي بدايه الحلقه في تفاصيل كتيره جدا هتمس مشاعرنا هتمس ذكرياتنا هتمس حياتنا هتمس الدفى الحلو اللي كلنا بنحب ان احنا نحس بيه وسط اهالينا وسط ولادنا وسط عيلتنا في بيوتنا المصريه الجميله اهلا بحضرتك استاذه مها اهلا استاذه رانيا زي حضرتك اهلا وسهلا منورانا وزي ما كنت بقول بيت الخرنفش هو في ريحة بيوتنا المصرية الحلوة ريحة الدفع بتاع البيت المصري كلميني شوية عن بيت الخرنفش خاصة ان انا زي ما قلت في المقدمة قبل ما نقابل حضرتك ان هي قصة حقيقية وقصة واقعية ومشاعر صادقة جدا حضرتك عشتيها ومريتي بيها هي في الحقيقة بيت الخرنفش هي قصص حقيقية من معيشتي في حي جمالية شهير موقع نشأتي في شارع المعز لدين الله الفاطمي وفي المكان الأثري الجميل ده ويمكن أنا تشرفت أني قابلت حضرتك في وقت المعرض طبعا و... شرف لينا قابلنا حضرتك في معرض الكتاب طبعا وتكلمنا شوية مع حضرتك بالظبط بيت الخرنفش هو يعني يمكن في المقدمة أنا كتبت سطر تعريفي أقول أنه عن الحب والحنين وذكريات ناحيه على راحقه لان الانسان هو مجموعه من الذكريات هو مجموعه من التفاصيل والتفاصيل دي اللي بتكون الشخصيه وبتكون انعكاسها على كل حياتها مكان الميلاد العيله الجيران الاهل الاصحاب المدرسه التربيه المصيف التعرف بقى على شريك الحياه أيوة. قصه الحب ومشاعر البدايات الجميله التحديات اللي قابلناها وازاي أيوة. واجهناها في على مسار مدار الرحله لان دايما اقول ان في رساله مهمه نوصلها لاولادنا ولشبابنا ان احنا مش بنوصل لمكانه كويسه عشان ما فيش تحديات احنا بننجح رغم التحديات فده كانت الرساله الاساسيه اللي انا عايزه ابعتها